تسمعون هذا الخطاب الذي يحذر من المدخول إلى تاريخنا والمكذوب في ديننا وفي مذهبنا وحتى عند مذاهب إخواننا السنة على حد سواء. أنا ما فرقت بين الكذب عند السنة والشيعة. 80% of the Shia Islam is not Islam. Mafatihul Jinan, 70% of it I can empty for you. Yes? History that we are following, please prove it. 80% of the Shia Islam is nothing to do with the Prophet Imam Ali or Imam Sadi. Yes? 80% of Sunni Islam is nothing to do with the Prophet and with Ali ibn Abi Talib, salamu alayhi wa sallam. Nothing, nothing. These are all reactions that we have provided to each other historically, yes? In opposition to each other, this is what we've made. This is what religion has become. We are born in there, and we feel that we are the prophets who are supposed to defend it. Defend what? Does it have any historical value? جاء رجل سيد كمال الحيدر آية الله وقال هناك نسبة كبيرة من الموروث المكذوب والإسرائيلي لابد من البحث فيه وإعادة النظر فيه. أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية حتى تفسير القمي. إلا ما نقل لي عن السيد الخوئي رضوان الله عليه المرجع الكبير أستاذ الفقهاء من أحد جلسائه عندما سأله عن مفاتيح الجنان قال هذا مفاتيح القمي. لما معناه مو مفاتيح الجنان. هناك كذب في مفاتيح الجنان طبعا في أدعية صحيحة. خرج آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي أحد مرازع قم وهذه عبارته: إن الكتاب بوضعه الحالي مفاتيح الجنان وما يحتويه كان مناسبا لعهد الشيخ القمي ويصلح لذلك الزمن، أما اليوم سنقوم بإعادة طبع الكتاب وفق ما يصلح لزماننا حيث سنحذف منه الروايات الضعيفة والأحاديث الضعيفة. هل تجرؤون أن تكفروا آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي؟ أنا لا أتحدى بل أقول أنتم أصغر من ذلك. سيعيد آية الله ناصر مكارم الشيرازي إعادة كتاب بحار الأنوار باعتماد 6 مجلدات من أصل 110 مجلدات. 6 مجلدات هذا كله بشوبد على شوبد دل. هذا بدل على الكم الهائل من المكذوب على أهل البيت بحجة الكرامات والمنامات. وكل المذاهب فيها أكاذيب. عند أخواننا السنة في أكاذيب أكثر من عندنا. بس الأبضاي الجريء الذي يخاف الله هو الذي يقف من السنة والشيعة ليقول بأن الصحاح 6 مليئة بالأكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وآله وبأن الكتب 4 عند الشيعة وخصوصا بحار الأنوار مليء بالأكاذيب على أهل البيت عليهم السلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقده آية الله الشيخ ري شهري ممثل الإمام الخميني رضوان الله عليه والآن ممثل السيد الخامنئي حفظه الله. هل جرأ أحد أن ينتقد آية الله ري شهري؟ أبدا. الشيخ ري شهري في كتابه أهل البيت في الكتاب والسنة صفحة 38 وطالع ينتقد حديث الكساء ويبطله الموضوع في مفاتيح الجنان. استرجي حدا يقول له شيء؟ استرجي حدا يتجرأ؟ أبداً.